السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد، جمعة مباركة للجميع، لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. صباح اليوم الجمعة من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحيوكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء، وكنقول لكم مجددا صباح سعيد، صباح الخير، صباح البركة، صباح الأمل والسعادة والتيسير. عثمان فرانكو شكرا لك، صباح سعيد. على المباشر كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، هذه خيمة من الخيمات ديال إحدى الجمعيات، إحدى الجمعيات اللي مازالت عالقة أنها بغى توصل المساعدات لضحايا زلزال 8 شتنبير، ولكن للأسف الشديد أنهم ما جبروش وسيلة نقل اللي تنقل لهم هاد المساعدات. أمين أخي الشريف دليح، صباح النور، صباح النور، صباح الخير، صباح البركة، صباح الأمل والتفاؤل والسعادة والتيسير لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة. عثمان فرانكو خويا ما كاينش الجو ديال الشتاء، في بعض المرات كتكون أجواء ضبابية تندير بالشتاء، ولكن كيتبعها يعني الجو ديال الحرارة والأجواء ساخنة. بالنسبة للمدينة ديال سطات اليوم الجمعة يعني الجو معتدل، أجواء مشمسة من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. سيمو كازا أيام سطات جميلة، 25 عام خويته، الله يرحم السي إدريس البصري، شكرا لك خويا، تحياتي لك عثمان فرانكو. سيمو من كازا كنحيوك أكيد أخي. الأجواء ديال المدينة ديال سطات مدينة جميلة ورائعة، للأسف الشديد، للأسف الشديد متتبعينا مشاهدينا الأوفياء كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء، هذه هي الأجواء صباح هذا اليوم الجمعة من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية. متابعينا مشاهدينا الأوفياء، عثمان فرانكو متبادل أخي من عاصمة أوروبا بروكسل، تحياتنا لك سي عثمان فرانكو، تحياتنا لجميع مغاربة العالم، داخل جميع مغاربة العالم، جميع الدول العربية الإفريقية الآسيوية، أمريكا الشمالية، كندا، جميع دول العالم، كنحيو متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، وكنحيو مغاربة العالم اللي هم السفراء الحقيقيون واللي كيمثلوا البلاد أحسن تمثيل. تحية خالصة وخاصة لجميع مغاربة العالم. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء وكننقل لكم هاد الأجواء الرائعة والمثيرة والصباحية. صباح هذا اليوم القلب ديال المدينة ديال سطات، كنحييكم. عثمان فرانكو شكرا لك، شكرا لك أخي عثمان، تحياتنا لك وتحياتنا لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تيفي من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء وكننقل لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي حرارة، كاين شي شتاء. هنا بالمدينة ديال سطات الأجواء مشمسة ومعتدلة، صبيحة هذا اليوم الجمعة. كنتمنى أننا نتقاسموا معكم الأجواء، يعني نعرفوا الجو كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم، بغينا نعرفوا الأجواء كيف دايره عندكم بالمدن ديالكم،
متابعينا مشاهدينا الأوفياء لقناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك ثاني ذكرى المولد النبوي الشريف سيد الخلق سيد الأنام، كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الجمعة المباركة الله يشافي الجميع والله يرحم جميع موتانا. الحسن خويا تحياتي من السيدي فلاح أقول ورزازات، شكرا لك رشيد بكير دار البيضاء كاين الثلج والشتا خويا، شكرا لك رشيد بكير، رشيد بكير تحياتي لك من المدينة ديال الدار البيضاء، من المدينة ديال الدار البيضاء كنحييكم كيف ما تكلمنا أننا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الجمعة، هذا اليوم المبارك، الرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين وبشفاء العاجل إن شاء الله لجميع المرضى، جميع المرضى اللي هم على فراش المرض، جميع المرضى اللي كيتواجدوا بالمستشفيات بالمصحات الخاصة بالدور ديالهم، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يشافيهم، الله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع والله يقعد وساد الجميع، والرحمة والمغفرة لجميع أموات المسلمين يا رب في هذا اليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة، في هذا اليوم اللي هو ثاني أيام ذكرى المولد النبوي الشريف سيد الخلق سيد الأنام، كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنها تكون يعني بشرى للأمة الإسلامية جمعاء. هذه هي الأجواء متتبعين مشاهدين الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، اللي من خلالها أننا كنحيوكم متابعينا مشاهدين الأوفياء وكننقل لكم هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، هكذا تبدو مدينة سطات عاصمة الشاوية، جوهرة الشاوية، أو كيف ما يصطلع عليه كيطلق عليها البعض لندن، لندن المغرب، لأنه المدينة ديال سطات كتكون زاهية بالأجواء ديالها كل ليل، وكتكون صبيحة كل يوم بالمناظر الطبيعية ديالها، بالجو الطبيعي ديالها المتميز، بالجو الطبيعي ديالها المتميز. كنشكركم مجددا رشيد بكير، الجو بحال سطات اخويا اكيد بكير، ولكن ما تخلعناش قلنا راه كاين الثلج والشتاء اخويا رشيد، الجو اللي كاين في المدينه ديال كازا هو الجو اللي كاين في المدينه ديال سطات تقريبا. كنشكركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء وكننقل لكم هذه الاجواء من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء وكننقل لكم هذه الاجواء من قلب مدينه سطات العاصمه ديال الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، اللي من خلالها اننا كنحييكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء وكننقل لكم هذه الاجواء الجميله والرائعه من قلب مدينه سطات عاصمه الشاويه. كضحك اخويا رشيد، رشيد بكير تحياتي لك اخويا، كنشكرك على التواصل وكنشكرك على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه، كل الشكر والتقدير لجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء اللي كنحييهم على التواصل وكنحييهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من المدينه ديال سطات العاصمه. وضروري اخويا رشيد بكير، شكرا لك، شكرا لك خويا رشيد بكير من المدينه ديال الدار البيضاء، الله يخليك اخويا ديما ضحك والله يخليك ديما مبتسم، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه تكون الابتسامه على محيا الجميع وتكون الايام ديال الفرح والله يبعدنا من ايام الحزن والشقاء. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الجمعة.
الله يكبر بك اخويا رشيد بكير، وانتم كذلك كنحييك كنحييك وكنحيي جميع المتابعين. امين اخويا بكير، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك والله ينصرك والله يسهل عليك اخويا والله يسهل على الجميع. سي عمر شكيب وعليكم السلام خويا، تحياتي لك تحياتي لك، وراه جميع المتابعين المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في عزاز، تكونت بيناتنا واحد العلاقه، علاقه اخويه، علاقه ديال الصداقه، علاقه ديال التعارف، علاقه ديال الود. كنعتز بكم المشاهدين الاوفياء القناه شوف تي في، كنعتز بكم انتم الحلقه الاساس في هذه العمليه التواصليه. بلا بكم ما يمكنش لينا اننا نتواصلوا، بلا بكم ما يمكنش لينا اننا نتواصلوا. تكونت بيناتنا واحد العلاقه، يعني اننا كنفيقوا الصباح ضروري كيكون تواصل مع المتابعين المشاهدين الاعزاء في المساء. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل مشاهدينا متابعينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطاس. ما بقى لنا الا اننا نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. ما سخيناش بكم، ما سخيناش بالتواصل معكم، كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتنا للجميع، صباح سعيد وجمعه مباركه.